بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم ومرحبا مع الإسلام ببساطة وفي هذا البرنامج نحاول أن نبسط الإسلام ونفهم الصورة الشاملة للإسلام بدل الصورة الجزئية التي تطرح للإسلام وسامحوني على الإعادة لكن هذه الإعادة مهمة لأن احنا في فن الإلقاء أنا قاعد أستعمل فن الإلقاء وفن التدريب وعلم الهندسة على فكرة في شرح ما هو الإسلام بدون ما أدخلكم في تعقيداتها فعندنا رسمة هندسية هكذا الإسلام ثلاث جوانب إيمان وأخلاق وشريعة هذا البرنامج سيتحدث عن ثلاث جوانب الإسلام هذا واحد من الأجزاء ثم سنتحدث عن القرآن هذا جزء آخر ثم سنتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الجزء الثالث إذن ثلاث أجزاء الإسلام القرآن الرسول ثم تحت الإسلام عندنا الإيمان وعندنا الأخلاق وعندنا الشريعة الآن تحت الشريعة عندنا ثلاث جوانب هدف الشريعة مقاصد الشريعة هي ثلاثة جوانب حفظ الضرورات وتلبية الحاجات وإعطاء التحسينات هذه الثلاث جوانب فيها تفصيل الآن بدأنا في الحلقة الماضية بالجانب الأول وهو حفظ الضرورات وقلنا أن الضرورات خمسة وأعطينا بها تعريف عام جدا في هذه الحلقة نبدأ ندخل في التفاصيل ضرورات الخمسة بسرعة وبعدين نفصل فيها واحدة واحدة هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ الأسرة أو النسل فهي خمسة أو ستة الآن نبدأ بالأولى حفظ الدين الدين هنا بمصطلح الفقهاء هو ليس الدين الشامل وإنما الدين الشعائري خلينا أشرحها كلمة دين هو من المصطلحات الهامة جدا في القرآن لما يقول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام الدين هنا بمعنى منهج الحياة لكن لما نقول في الفاتحة مالك يوم الدين هل الدين هنا أيضا مقصود به منهج الحياة يعني يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول أنا الحاكم على منهج الحياة لا الدين هنا يوم القيامة بمعنى المحاسبة يقول هذا مدان يعني محاسب ف الدين بمعنى الحساب وكما يقول العرب كما تدين تودان يعني كما تحكم على الناس يحكم عليك فإذا يوم الحكم يوم الحساب فالدين له أكثر من معنى فحفظ الدين قد يقصد به الدين بكل أجزاء وقد يقصد به الدين بمعنى الشعائر التعبدية التي هي تعبد بيننا وبين الله سبحانه وتعالى وقد يقصد بالدين المحاسبة فحفظ الدين هنا لأن احنا حنتكلم عن القضايا الأخرى النفس والمال والكذا فالمقصود هنا هو حفظ الدين بمعنى العقيدة والعلاقة بالله سبحانه وتعالى والشعائر فمن مقاصد الشريعة العظيمة المحافظة على الدين بل بعض العلماء يعتبره المقصد الأول قبل حتى المحافظة على النفس ليش؟ لأن إذا كان النفس أعلى مفروض ما نسوي جهاد للمحافظة على الدين طيب إذا الواحد استشهد فقد نفسه من أجل المحافظة على دينه طيب هذا خطأ ولا لا؟ طبعا لا لأن الدين أعلى المحافظة عليه لكن في نفس الوقت جاءت حالات يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إذن حافظ على نفسك حتى لو بالشكل تخليت عن دينك فأين التركيبة في هذه المسألة الحقيقة التركيبة متعلقة بالدين للفرد والدين للأمة إذا كان دين الأمة أو البلد المجتمع مهدد فيصبح المحافظة على الدين أعلى من النفس والإنسان لازم يضحي بنفسه من أجل دينه ومن أجل وطنه ومن أجل
أعلى، هذا أصيل في الإسلام، فالدين أعلى إذا كان المحافظة على المجتمع وعلى دين الناس. لكن إذا كان المسألة متعلقة بإنسان واحد فلا، يصبح النفس مقدمة. يعني خلينا نأخذ مثال، هذه الآية اللي تكلمنا عنها، قول الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هي لها قصة في السيرة النبوية. في قصة كلكم تعرفوها، أن في قصة آل ياسر، ياسر وزوجته وابن عمار هم صحابة من الصحابة الأوائل المستضعفين، وكانوا يعذبوا، وتعرفون القصة، أول شهيد في الإسلام كانت زوجة ياسر أم سمية رضي الله عنها، وهي امرأة أول من استشهد، ثم زوجها ياسر. الآن عمار قتل أبوه أمه أمامه، أمام عينه قتلوا، وجاءوا يهددوه بنفسه، فما زالوا يعذبوه حتى أجبروه أن يقول أن الله ليس ربه، وإلى درجة أن يعني تعرف سفهاء، فبالغوا فقاموا يضغطوا عليه حتى قال أن هذه الخنفساء الحشرة التي تمشي على الأرض هي إلهة، ولم يتركوه حتى سب الرسول صلى الله عليه وسلم، عندها أطلقوا. طبعا هو الآن مهدد في نفسه، هل يقدم دينه ولا يقدم نفسه؟ عمار قدم نفسه، ياسر وسمية قدموا الدين على أنفسهم وماتوا من أجل ذلك. عمار لما فعل هذا، رجل مؤمن إيمان عميق، من مثل عمار في إيمانه، لكنه قال هالكلمتين فتألم ألم شديد، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشرح له اللي صار، يقول والله يا رسول الله ما تركوني حتى قلت كذا وكذا وكذا، وهو يبكي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمار إن عادوا فعد، يعني إذا عملوا فيك بهذا مرة ثانية أعملها أنت مرة ثانية. ليش؟ لأن هنا المسألة متعلقة بفرد، أصلا الفرد هذا مستضعف، لكن لما يكون المسألة متعلقة بالأمة لازم الواحد قد يروح جهاد ويضحي بنفسه. طبعا ليس على طريقة داعش والإرهابيين هؤلاء الذين لا يفهموا لا دين ولا دنيا، وإنما يضحي بنفسه بحق ومن أجل الدفاع عن الدين، وليس لأجل قتل الأبرياء من المسلمين وغير المسلمين، هذا إرهاب. هذا سنرجع لموضوع الإرهاب لاحقا إن شاء الله. فالآن أيهما نقدم؟ القانون العام إن حفاظ على الأمة ودين الأمة هو الأساس. إذا جاء حاكم يريد أن يحرف دين الناس يجب أن يقفوا ويتصدوا له، لأن الكلام هنا عن دين مجتمع ودين أمة، وسكوت العلماء هنا باطل ولا يجوز. واسمعوا جيدا، هنا في قانون ينظم هذه المسألة، أيهما نقدم الدين ولا النفس؟ يعني هل يجوز للعلماء أن يسكتوا؟ من بعض الناس يقول، يعني بعض العلماء خرجوا، شفتوهم على التلفزيون، خرجوا وبدأوا يعني يمدحوا الحكام ويتبرأوا من الصحوة وما أعرف إيش، هل هذا التصرف صحيح؟ فبعض الناس يقول يا أخي قد يكون مضطر وكذا، لا ما يجوز يكون مضطر. اسمعوا جيدا، هذه المسألة يحكمها منهج. هنا هل يجوز لا يقدم نفسه على دين الأمة؟ لا ما يجوز، احفظوا هذا القانون. الرخص هذه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان تجوز لعامة الناس، تجوز للمستضعفين، لكنها لا تجوز لمن يقود الناس، ولا تجوز للعلماء. القادة والعلماء لا تجوز لهم الرخص، لأن لما يطرحوا هذا الطرح الناس قد لا تفهم، الناس قد تتأثر بهم فينحرف دينهم، ينحرف الدين نفسه. والحفاظ على الدين، دين الأمة، مقدم على نفس الإنسان الواحد، إلا إذا كان واحد من عامة الناس وقال كلمتين ليس له أثر، لكن عالم يقول كلمتين طبعا فيه انحراف وفيه حرف لدين الناس ومنهج الفهم الإسلام نفسه. فالحفاظ على الدين، ويسمونها بيضة الدين، لأن ما يجوز تكسر هذه البيضة، نضحي بأنفسنا وبأهلينا وبأموالنا وبكل شيء من أجل الحفاظ على دين الأمة، دين المجتمع، دين البلد. فلما يأتي أحد بما فيهم الحكام يحاولوا أن يحرفوا هذه المسألة يجب أن نتصدى لهم. والرخص في هذه الحالة
تجوز للمستضعف ولعامة الناس ولا تجوز للقادة والعلماء. طبعا الحفاظ على الدين هذا تدخل تحت أحكام كثيرة جدا. هنا كل الأحكام العبادية المجردة، الحج والعمرة والصلاة والقرآن والذكر، كلها ما هي؟ هي من أجل أن نرتقي بعلاقة الإنسان بالله عز وجل. لاحظتوا الآن الهدف هو أن نرفع الدين اللي هو علاقة الإنسان بالله. جاءت الأحكام، أحكام الصلاة والوضوء والقرآن والذكر والعمرة والحج والزكاة والصوم، وإن كان الزكاة والحج والصوم فيها جانب أيضا له علاقة بالناس، لكن جزء كبير منها له علاقة بالله سبحانه وتعالى بشكل مباشر، تعبدي بحت. وبالتالي أي أعمال فيها جانب تعبدي بحت، طبعا كل الأعمال فيها تعبدي، لكن تعبدي بحت أو الأغلب فيها التعبدي نسميها شعائر، وهي تدخل تحت أحكام الدين، والمحافظة عليها هي هدف من أهداف الشريعة وضرورة جدا للإنسان. سبحان الله، الإنسان هذا بدون علاقة بالله يصبح في شقاء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن في القلب لوحشة لا يملأها إلا الأنس بالله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعيش حياة تعيسة هذا الإنسان بدون العلاقة بالله. إذن جاءت أحكام وأحكام وأحكام لأجل الحفاظ على الدين، وصار الدين رقم واحد في الضرورات، والضرورات هي أهم شيء في الشريعة، والشريعة هي جزء من الإسلام، وعندها نكون فهمنا جزء من جزء. في الحلقة القادمة نفصل في الأجزاء الأخرى إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.